دخيلك يا ربي، لا تعطيني أخبار سيئة. فرات، هزار بيك؟ لقيت ريان. شو؟ يلا أحكي بسرعة، وين بنتي ريان؟ لا تقلق، ريان بخير، هي مع ستي. شكرا، الله يرضى عليك ويخلي لي إياك. شكرا لك، جاي فورا. أنت يا أبوها ومن حقك تعرف مكانها. بس هزار بيك، لو كنت بمكانك هلأ لكنت تركتها فترة، لأنه ما بدها تشوفك ولا تشوف ميران. لقيتها بمحطة القطار، كانت رايحة، كانت رح تهجركم، بس غيرت رأيها، بدها وقت لتطمن الجراح اللي سببتوا لإياها. أساساً ستي شكران معها، وإذا شافتكن هلأ يمكن تصر على الروح. فرات، أنا أب، وحتى لو بنتي ما كان بدها تشوفني أنا مجبور كون جنبها بهالوقت هاد. بتشكرك لأنك خبرتني بهالشي. ألو ميران، يا الله. لك انتي شو عم بتساوي؟ شو هالصريخ؟ شو مو شايفتيني نايم؟ استغفر الله. هارون اسمع، انا بنصحك تدعي لجدي، لاني ما كنت رح اسمح ابدا انه تتنفس معي نفس الهواء بالغرفة. كأني حابب هالشي. استغفر الله، شو هالمصيبة؟ هارون رح ذكرك بالكلام يلي قلت لي اياه. انت قلت لي اصحك تهدديني، انا لهاللحظة هاي ما هددت اي حدا على الفاضي، ودايما بساوي يلي بقوله، بس حبيت ذكرك. وهلأ تفضل نام هارون بيك. لا تقصري وساوي يلي بيطلع بإيدك. وأساسا ما رح أقصر، إن شاء الله تشوف كوابيس وأنا بورجيك.